لمن لا تقية له. قال الإمام الرضا عليه السلام: لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له. إن أكرمكم عند الله أعمالكم بالتقية. فقيل له: يا ابن رسول الله، إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمين أهل البيت. فمن ترك التقية قبل خروج قائمين فليس منا.